من الصباح أمسك الخط لثول تقريبا ساعة، بعدها أقعد في منطقة ثول لين الظهر وانتقل إلى منطقة رابغ. اسمي أحمد ناقرو، 2017. بديت كمانجمنت تريني لمدة 4 شهور. أعطونا بلان كامل لأور كارير من بداية السنة الأولى لمدة 5 سنوات وأكثر، إنها تشمل من بدايتك كمانجمنت تريني إلى مهندس تقني، بعدها إلى سوبرفايزر، وبإذن الله مستقبلا إلى تكنيكال مانجر في المنطقة كاملة اللي هي منطقة الغربية. حبي للخرسانة كان من مشروع تخرجي. أنا متخرج من جامعة بيتسبرغ ستيت يونيفرسيتي في أمريكا. كان مشروع التخرج إني أسوي سايد ووك. لما بديت المشروع وشفت الخرسانة قديش هي فاليوبل، مو للشخص، كل أفراد المجتمع، كل حياتنا أغلبها من خرسانة. فكان حبي من بدايتها من مشروع اتجه بعدها إلى حياة يومية إني أنا أشتغل في الخرسانة وأبدع وأحاول أطور من أنواع الخرسانة إني أشتغل فيها لمشاريع نقدر نسوي فيها يعني شيء المستحيل. أحب البحر، فإني لما أكون برا الدوام أقضي وقته كله في البحر. أثر شغلي في حياتي الشخصية إنه بيرتب لي وقتي. أبى أطور نفسي في الخرسانة أكثر. قلت له أبو محمد ممكن أسيب الشركة عشان أدرس ماستر؟ فقال لي لا، قال لي تقدر تسوي الاثنين، تقدر تشتغل تأخذ الماستر، تخرج من الماستر وإنت لسه في الشركة معانا. فكان جميل جدا الموتيفيشن، مو بس مني، كان من الشركة وكان أساسي في تكملتي في الشركة إلى الآن. بعد الماستر هأفكر إني أخذ PhD متخصص في الخرسانة. في أي مشروع لازم تكون بصمة السعودية الخرسانة جاهزة فيه. اشتغلنا على مشاريع في شتى مناطق المملكة. كشباب سعوديين احنا نحتاج انه نكون involved في كل التخصصات، ومن اهمها التخصصات الخرسانية. نقدر نطور لبلدنا ولنا. كشركة السعودية الخرسانة الجاهزة حافظ على ثروات الوطن من خلال توريد خرسانة ذات جودة عالية من ناحية environment واستدامة